نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. 18 يوم والمعارك مستمرة، الحرب دائرة بين قوات الجيش الوطني من جانب وبين المجموعات المسلحة اللي تتبع لحكومة الوفاق من جانب آخر، وما زال المدنيين يدفعوا في فاتورة باهظة وفي ثمن باهظ، فاتورة مفتوحة على الموت وعلى الخسارات، وما زالت الخسارات تتوالى لما نتكلموا على مستوى إنساني ولما نتكلموا أيضا على مستوى مادي. نتابعوا قاعدين ونراجع معاكم أول بأول ودقيقة بدقيقة في الموقف الدولي المتغير، نشوفه في شكل التحالفات والاصطفافات سواء على مستوى محلي أو إقليمي وبطبيعة الحال على مستوى دولي. وخلوني نرحب بضيفنا المحلل والكاتب والباحث السياسي محمد الجارح. محمد، سعيد جدا بوجودك معي. أهلا وسهلا أخي سعيد، بتواجدي معك. الآن ونحن قاعدين نشوفه ونراجعه في الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية، كيف نقدر نفهم هذا التناقض الأمريكي؟ البعض يصف أنه تناقض، من جهة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومن جهة أخرى الآن في دعم طارئ للجيش الوطني وللمشير خليفة حفتر بعد مكالمة ترامب والحديث عن جهوده في مكافحة الإرهاب إلى آخره. هل يفهم من هالقصة هذه كلها أن نحن الآن قاعدين قدام بداية مؤشر أو إعلان صافرة أن الولايات المتحدة الأمريكية حتسحب ثقتها من حكومة الوفاق وتسحب اعترافها من حكومة الوفاق ولو بشكل ضمني؟ بكل تأكيد، يعني هي سمة من سمات الإدارة متاع الرئيس ترامب إن هي إدارة منقسمة، يعني وزير الخارجية يقول حاجة وبعدين الرئيس يظهر بتصريح منافي، وعدد المسؤولين اللي الآن غادروا الإدارة متاع ترامب كبير جدا، يعني وزير الدفاع، وزير الخارجية سيبوا، موجة استقالات وإقالات. وإقالات بالضبط بسبب الاختلافات اللي تصير ما بين الرئيس وما بين المسؤولين متاعه، فهذه كانت سمة من السمات متاع الإدارة هذه. لكن في نهاية الأمر تظل السلطة الحقيقية أو يعني القرار الحقيقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة يتركز في يد الرئيس أو عند البيت الأبيض بالدرجة الأولى. فبكل تأكيد الموقف الأهم في هذه المرحلة هو موقف البيت الأبيض، ولكن في نفس الوقت نحن يعني كيف ما نعرف ونعرف أن ترامب في واقع الأمر جاء ولا يمثل منظومة السياسات الخارجية، دائما الآراء متاعها هي آراء تعتبر دخيلة على منظومة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي مهما كان الرئيس أو مهما كانت الإدارة في العادة تشوف أن على الأقل عناصر مهمة من السياسة الخارجية الأمريكية تستمر في نفس السياق، لكن مع الرئيس ترامب الأمور تختلف تماما. الأمر الآخر يعني بالنسبة للملف الليبي على وجه التحديد، أعتقد المدخل في الولايات المتحدة والسياسة الخارجية للولايات المتحدة هو من خلال ملفين أو من خلال شخصيتين أساسيتين. الأولى هي مستشار الأمن القومي السيد جون بولتون، واللي هو أحد الصقور المناهضين أو دائما المعارضين للدور الروسي، ودائما يعني معارض بشكل كبير جدا لفكرة التمدد الروسي في المنطقة. وعندنا الشخصية الثانية اللي هي شخصية جاريد كوشنر، وهو يعني زوج ابنة الرئيس وفي نفس الوقت المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط. فلذلك هذين هن الشخصيتين اللي لهن دور أساسي جدا أو كمدخل بالنسبة للدبلوماسية الإقليمية المتعلقة بالملف الليبي للبيت الأبيض أو للمكتب البيضاوي أو للرئيس ترامب على وجه التحديد. فمن جهة قد يكون هناك البعض في السياسة الأمريكية يحبذ أن يكون هناك تخفيض أو تحجيم للدور الروسي في ليبيا، ولذلك نرى مثلا الولايات المتحدة الآن تعول أو البيت الأبيض يعول على أن حفتر يكون حليف لهم في ليبيا ويصبح حفتر هو القوة المسيطرة، ويحاولوا يبعدوا حفتر عن النفوذ الروسي إذا أمكن. ومن ناحية أخرى قد يكون تأثير الدبلوماسية الإماراتية والدبلوماسية المصرية والسعودية أمر مهم جدا. لقاء خليفة حفتر مع الملك سلمان بكل تأكيد كان له دور وأهمية مهمة جدا في إقناع صناع القرار في الولايات المتحدة على أن بالفعل يمكن الثقة في المشروع الذي يمثله قائد الجيش خليفة حفتر في ليبيا. على مستوى محلي الآن هذا كله ضغط إضافي على المجلس الرئاسي وعلى حكومة الوفاق لما تكلموا على الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الاعتراف. كأن المجلس الرئاسي في لحظة من اللحظات فهم قضية الاعتراف أنه هو اعتراف لأنه هو فايز السراج مثلا،
ربما كانت غائبة عنهم قضية الاعتراف بسبب أن اتفاق سياسي جاب المجلس الرئاسي اللي هو رعاة البعثة الأممية ومجلس الأمن إلى آخر الأمور تدار بهذه الطريقة يعني. أعتقد المجتمع الدولي مجتمعا بالكامل وأيضا الولايات المتحدة هم يعرفوا تماما أن حكومة الوفاق لم تكتمل شرعيتها يعني لم تنل الثقة لعند اليوم من البرلمان بالضبط يعني تحصلت على اعتراف دولي لأن الله غالب ما فيش إلا هي الحكومة هذه بشي اللي يبوا يعترفوا بها بعد 18 شهر من التفاوض في الصخيرات لكن داخليا الكل يعي أن حكومة الوفاق رقم واحد لم تتحصل على الشرعية من الداخل رقم اثنين هناك الكثير من الأحكام القضائية صدرت عن القضاء الليبي في البيضة وفي بنغازي وفي طرابلس ضد حكومة الوفاق وسلطة حكومة الوفاق ومن خلال الواقع ظهر وبان أن حكومة الوفاق غير قادرة على أنها بالفعل تقدم أي حلول للمشاكل اللي هي جت من أجلها جت من أجل أن يكون هناك وفاق وفشلت في ذلك مسألة المصالحة وفشلت في ذلك مسألة المجموعات المسلحة والترتيبات الأمنية في مدينة طرابلس وفشلت في ذلك فكان يعني ملفات بسيطة ممكن اللي كان فيها بعض النجاح بالنسبة لحكومة الوفاق لكن أغلب الملفات المهمة فشلت فيها وكذلك العالم يعي تماما أن حكومة الوفاق حتى في التقارير الصحفية يتحدث على أن سلطة حكومة الوفاق لا تتعدى مدينة طرابلس أو أجزاء من مدينة طرابلس في واقع الأمر ورأينا حتى أسابيع قليلة ماضية يعني بداية السنة هذه المجموعات المسلحة وما يعرف بقوة حماية طرابلس على وجه التحديد يعني وضحت أنها لا تعترف بشرعية فايز السراج أو المجلس الرئاسي إذ لم يكتمل نصابه وبالفعل هو النصاب متاعه غير مكتمل منذ أن بدأ من المرة الأولى فمسألة شرعية حكومة الوفاق بكل تأكيد مشكوك فيها وكل المؤشرات تدل على أن هذه الحكومة بالفعل فاشلة حكومة ضعيفة غير قادرة على أنها تقدم أي تقدم على الأرض في عدة ملفات فلذلك الحكومة هذه لا يمكن أن تأتي باستقرار لليبيا أعتقد أن هذا أمر مفروغ منه الناس الآن ينظروا إلى أي خيارات أخرى مطروحة على الأرض أنت لما تشوف للخيار الآخر المضاد على الطاولة فأنت تبي تشوف القيادة العامة للجيش والمشروع الذي تمثله القيادة العامة للجيش فتقعد هنا أنت الخيار هذا هو الأقرب إلى الاستقرار بالنسبة للاعبين الإقليميين وأقرب لشكل الدولة وأقرب إلى مسألة أن أنت ممكن يكون عندك سلطة حاكمة وسلطة فعلية على الأرض أنت قادر أنك أنت تتعامل معها على المستوى المحلي نعم. ولكن على المستوى بعيدا عن الديمقراطية وبعيدا عن, عن, عن المسائل الأخرى أو المبادئ الأخرى اللي يتعامل بها العالم الغربي تنحصر المسألة في مسألة أن تكون عندك سلطة حاكمة يستطيع العالم أن يتعامل معها ويعترف بها وأيضا سلطة قادرة فعلية على الأرض أنها هي تتعامل مع ملفات مهمة جدا وتدير نعم. البلاد إذن يعني أهم مشكلة عند الوفاق اللي هي غياب المشروعية اللي تترجم في المنجزات على الأرض لما الناس تشوف إنجازاتك وتمنحك الثقة بسبب عملك على الأرض والشيء اللي هو فشل فيه الرئاسي وحكمة الوفاق أمس خبراء عسكريين ومراقبين تقريبا في إجماع كبير أن معارك اللي صارت أمس بين الجيش الوطني وبين مجموعات مسلحة التابعة للوفاق تم استخدام سلاح نوعي فيها هل هذا الآن مؤشر أن تم إعطاء الضوء الأخضر والتفويض الأمريكي ويراهن الآن على الوقت؟ هو بكل تأكيد يعني بعد تسريب خبر المكالمة اللي حدثت بين الرئيس ترامب وخليفة حفتر كل المراقبين توقعوا أن سيكون هناك ازدياد لحدة المعارك في طرابلس وأن سيكون هناك ازدياد لمستوى التدخل أو الدعم الخارجي للأطراف اللي موجودة في الحرب الآن في طرابلس قد يكون يعني وجود طيران بدون طيار أو استخدام سلاح متطور ودقيق في مسألة الاستهداف مثل ما شفنا يوم الأمس على ما أعتقد كانت هناك ست ضربات أو ست يعني أهداف تم استهدافها في مدينة طرابلس بكل تأكيد هذا مؤشر يدل على أن يعني الحرب أو عملية الاقتتال ماشية في اتجاه التصعيد هذا من ناحية لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام يعني أسلحة نوعية من أيام فاتت غسان سلامة تحدث على أن
تم يعني الآن هناك أسلحة نوعية تستخدم على أرض المعارك لإسقاط الطائرات، وبالفعل تم إسقاط طائرة تابعة للقيادة العامة لسلاح الجو التابع للقيادة العامة في 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 عين زارة ميج 21، فبكل تأكيد استخدم فيها السلاح في 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 تلك اللحظة لإسقاط طائرة، أو رأينا فيديو على الأقل تسرب لإسقاط تلك الطائرة. فمسألة التدخل الخارجي بهذا الشكل بكل تأكيد ستزيد من حدة الحرب، والسؤال يبقى هل سترجح كفة أحد الأطراف على الآخر وأن يكون فيه حسم عسكري سريع أو تطيل أمد الحرب السؤال الآخر أن إذا كان فيه تدخل مثلا لصالح أو دعم للقيادة العامة للجيش، فهل سنرى دعم مماثل بشكل كبير جدا أيضا من قبل لحكومة الوفاق على سبيل المثال من إيطاليا والله من تركيا والله من, 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 من قطر؟ فإذا حدث ذلك فأنت تصبح بالفعل الآن موجود في حالة حرب بالوكالة بشكل مفتوح وواضح وصريح. لكن كل المصادر تتحدث الآن على الأقل مصادر من الدول أو الحكومات التابعة يعني الداعمة للقيادة العامة تقول بأن حساباتهم تقول أن الحرب يجب أن تتم مع بداية شهر رمضان، وأن الآن هذا الضوء الأخضر اللي تحصلت عليه العملية العسكرية التابعة للقيادة العامة ستساعد في مسألة الانشقاقات داخل يعني مدينة طرابلس أو عند مجموعات معينة في مدينة طرابلس، وحيضعف موقف حكومة الوفاق اللي كيف ما قلنا يمكن البعض أن يقرأ مسألة يعني المباركة الأمريكية للعملية العسكرية للقيادة العامة هي ضمنيا تعتبر سحب للاعتراف، أو يصبح الاعتراف بحكومة الوفاق بدون قيمة، إلا إذا حدث تغير في الموقف الدولي خلال الفترة القادمة، وهذا أمر في واقع الأمر قد يكون مستبعد إن يحدث حاليا، على الرغم من أن الرئيس ترامب حاليا صار عليه هجمة داخل الولايات المتحدة وضغط كبير من عدة شخصيات ومن عدة جهات، آخرهم هو رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس على سبيل المثال، صرح أن هذا الضوء الأخضر اللي أعطاه ترامب للقيادة العامة أمر غير مسموح ولا يمكن السماح به، ويرى فيه أن أمر خاطئ. فبكل تأكيد سيكون لربما هناك ضغط من الرأي العام داخل الولايات المتحدة أن الرئيس ترامب يتراجع عن هذا القرار أو يتراجع عن هذا الموقف، ولذا وهذا يرجح فرضية أن لربما هذا الضوء الأخضر يعني مربوط بإطار زمني معين يعني يعطي فرصة للقيادة العامة على سبيل المثال أنها تقوم بحسم المعركة بشكل سريع في طرابلس. طيب، المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، وزارة الداخلية في الوفاق اليوم أعلنت وقالت أن هي مستعدة للتعاون في مكافحة الإرهاب، مستعدة للتعاون مع الدول الشقيقة ومع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب. خلونا نكون صريحين، الدول الشقيقة لما نقول دول شقيقة أكيد على رأسها تجي مصر اللي ترفع في شعار مكافحة الإرهاب، ولما تقول الدول الصديقة اللي أنت مستعد للتعاون معها فرنسا اللي ترفع في شعار مكافحة الإرهاب في أفريقيا وفي غرب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا. كأن في نوع من الندم عن داخلية الوفاق في موقفها الصارم والحازم من فرنسا لما أعلنت أن هي تقاطع تماما عمليات التعاون الأمني الثنائي بينها وبين فرنسا. حكومة الوفاق بكل تأكيد بحاجة لكل قنوات الاتصال مع العالم في الوقت الراهن، يعني ما هم ليسوا في موقع قوة بش أنهم هم يحددوا مع من يتعاملوا. بدأوا ينتبهوا، من المفترض أن تكون هذه السياسة المتبعة، بيمكنك أن تنتقد لكن في نفس الوقت يجب أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة، يمكن أنك تنتقد أي دور تراه أنت غير مناسب، لكن يجب أن يكون النقد مبني على دقة، يعني على معلومات دقيقة وليس فقط على يعني معلومات صحفية ولا تقارير صحفية غير مثبتة، لأن فرنسا ما زالت مصرة إلى الآن إن لا تواجد عسكري لها على الأرض، وإنها لا تدعم أي طرف بشكل مباشر في الحرب القائمة الآن، وإنها ما زالت معترفة بشكل مباشر بحكومة الوفاق. هذا من ناحية. الأمر الآخر يعني في الحكومة، يعني حكومة الوفاق هي تحت يعني ضغط كبير جدا خصوصا بعد التقارير الصحفية وبعد الموقف الفرنسي الذي تحدث عن وجود مجموعات إرهابية ومتطرفة في طرابلس، لذلك هي تريد أن توضح قدر الإمكان أن هي يعني بإمكانها أنها تكون شريك في المحاربة على الإرهاب بإصدار مثل هذه البيانات لتوضح أن بالفعل هي في هذا الاتجاه،
وإن التقارير التي تتحدث على مسألة وجود عناصر إرهابية في صفوفها مسألة غير دقيقة ومسألة لا تمثل بالفعل قوات حكومة الوفاق. ورأينا على سبيل المثال قرار القبض أو أوامر القبض على أحد الشخصيات المتطرفة اللي ظهر في فيديو مؤخرا، وبالفعل تحدثت طيب. الآن التقارير أن تم القبض عليه في مدينة طرابلس. نعم، ما زال مستمر ظهور الشخصيات المتطرفة أو المطلوبين دوليا موجودين، يعني أسماءهم على قوائم مجلس الأمن وفي الاتحاد الأوروبي وحتى عند فرنسا لما تكلموا على تهريب البشر على تهريب الوقود، آخرهم البيجة. ونبقى نشوف معاكم أيضا مشاهدين الكرام نشوف آخر ظهور للبيجة اللي هو يعتبر من أكبر مهربي البشر واسمه موضوع على القوائم الدولية ومطلوب في قضية تهريب البشر، ونرجع للتعليق من جديد. برا روح خيلك والله، برا روح خيلك شو مازلك برا روح جاك الموت جاك الموت جاك الموت جاك الموت برا روح برا روح وين يروح وين يروح الله أكبر الله أكبر. أهلا بكم من جديد، وتابعنا وشفنا آخر ظهور للبيجة لعبد الرحمن الميلادي المطلوب دوليا بتهم الإتجار بالبشر. حكومة الوفاق الآن وزارة الداخلية تقول أن هي تطارد في التنظيمات الإرهابية، لكن واضح أن في بعض الأسماء وبعض الشخصيات تحديدا لما تكلموا عن البيجة عندها قوة وعندها سلاح وعندها تشكيل مسلح قاعد يقاتل على الأرض. بعد فترة إذا استمر الحال كما هو عليه وكل يوم يطلعوا لنا في مقاطع شخصيات متطرفة وسمي مشات، هل حيفقد السراج وزنه السياسي تماما مع تغول المجموعات المسلحة؟ هو يعني خلينا نكون واضحين في المسألة هذه بكل تأكيد، نحن كيف ما تحدثنا أن حكومة الوفاق يعني وضعها ضعيف جدا، وأن فايز السراج على وجه التحديد أيضا وضعه ضعيف جدا من بداية الحرب ومنذ أن أتت القوى الفعلية على الأرض قوة المجموعات المسلحة. هناك تحجيم واضح وصريح جدا لفايز السراج ولدور حكومة الوفاق، وأصبحوا فقط هم واجهة إلى حد ما سياسية للي قاعد يحدث الآن في طرابلس. هذا من ناحية. الأمر الآخر، ظهور مثل هذه الشخصيات هو أمر محرج بالنسبة لهم. أبو عبيدة الزاوي على سبيل المثال مرتبط بتنظيم القاعدة، أي خروج لأي شخصية سواء مطلوبة دوليا أو يعني متطرفة أو فيه علامات استفهام حول انتماءاتها الأيديولوجية أو قربها من مجموعات مصنفة إرهابية على مستوى العالم هو أمر محرج والمفروض ما يصيرش، لأن لما أنت يعني الحاجة هذه تصير معناها أنت تبي تجيب الكلام لنفسك والتقارير تبدأ تتحدث عليك والناس تبدأ تطرح في أسئلة مهمة جدا. يعني نحن نشوف مثلا من جهة القيادة العامة عندنا شخصية مطلوبة دوليا من قبل محكمة الجنايات الدولية وهو الضابط في القوات الخاصة محمود الورفلي، لكن لم يسجل له أي ظهور حتى هذه اللحظة مثلا في مسألة المعارك الدائرة في طرابلس، على الرغم من أن المدعي العام العسكري على سبيل المثال في 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 الرجمة أخلى سبيله، يعني بعد أن تم التحقيق معه وتم يعني اعتقاله لفترة ما وبعدين تم تبرئته من مما نسب إليه، ولكن يظل مطلوب دوليا. ولذلك أعتقد أن هناك تركيز من قبل القيادة العامة أن لا يكون له أي ظهور على الأقل، لأن في حالة أنه ظهر فبكل تأكيد حتى هو سيكون أمر محرج وأمر غير صحيح بالنسبة للقيادة العامة. لكن نرى على الطرف الآخر حكومة الوفاق غير قادرة على أنها تتحكم في ظهور بعض الشخصيات اللي هي محرجة وتسبب لها حرج على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. طيب، هذا الحرج أيضا له علاقة بقضية فقدان الوزن تماما، نعم، عشان يصبح مقنع حتى لما تتكلم وزارة الداخلية أو الوفاق على أن هي وتسوق نفسها أن هي شريك جدي في الحرب على الإرهاب، لما يستمر هذا الظهور الأمر كله برمته غير مقنع يكون. يعني ما هنا هذه الإشكالية في مسألة حالة الحرب وحالة عدم الاستقرار. الخطابات شيء والجمهور متاع الخطابات هذه وهي موجهة لجهات معينة، والواقع على الأرض يصبح واقع آخر تماما. فهذه هي الإشكالية اللي يقع فيها فايز السراج الآن وتقع فيها حكومة الوفاق، والسبب في ذلك أن ضاع عن سنوات من حكومة الوفاق ومن السيد السراج
ضاعت منا سنوات، في حين أن كان المفروض يكون في جهد كبير جدا لترتيب البيت الداخلي، أن تكون فيه قيادات أمنية فعالة وموحدة، أن تكون فيه قيادات عسكرية فعالة وموحدة. فكيف ما رأينا الارتباك اللي كان موجود خلال الأيام القليلة الأولى في, 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 في العمليات العسكرية في طرابلس، كان موجود ارتباك واضح جدا، ولربما هذا الارتباك مازال إلى حد الآن مستمر، وحالة الانقسام وحالة انعدام الثقة بين المجموعات المسلحة المختلفة يعني مسبب أزمة كبيرة جدا بالنسبة لحكومة الوفاق. بينما على الطرف الآخر كيف ما قلنا هناك قيادة موحدة، أوامر عسكرية موحدة، حتى لما تصير أخطاء يطلع عليك يعني ضابط مثلا من غرفة عمليات طرابلس ويقول لك أي نعم نحن شفنا الفيديوهات ونتحمل المسؤولية عن معاقبة هؤلاء الناس، وهؤلاء في الناس مؤسسة وفي جهة رسمية تقدر أن هي تكون حاسمة وتحكم وتحل وتربط في القصة هذه. توجد فوارق يعني من ناحية أن هناك قيادة موحدة على الطرف هذا وأن لا توجد قيادة موحدة على الطرف الآخر، وهذا يعطي ميزة إلى حد ما للقيادة العامة، على الرغم من أنها يعني خطوط إمدادها بعيدة وعندها إشكالية كبيرة جدا من ناحية أخرى، ولكن من الناحية هذه على الأقل لديها تفوق معين. طيب الآن الشيء المطروح والحرب الدائرة اللي هو قضية المفاوضات، جلوس على الطاولة وقف اطلاق النار، لكن في اللي يسأل هل من الممكن هل منطقي نعول على فعالية أي اتفاق يقضي بوقف اطلاق النار، والجميع يقول لك أن السيد فايز السراج والمجلس الرئاسي ما عندهش القدرة أنه يفي بالتزاماته في قضية مفاوضات أو إطلاق النار بحكم أنه لا يمتلك قرار الحرب والسلم. هذا قرار وتخصص أصيل للمجموعات المسلحة على الأرض. متشكف في الواقع الأمني. هي ما هذه إحنا حنقع في مشكلة كبيرة جدا، وإذا تتذكر ليش صلاح بادي على سبيل المثال تم وضعه على قائمة العقوبات، لأن تم توقيع صلح في مدينة طرابلس وصلاح بادي رفض الامتثال لهذا الصلح وقعد يضرب وكذا، فلذلك كان الإجراء أن يتم وضعه على قائمة العقوبات في مجلس الأمن، وبالفعل بتهمة زعزعة الاستقرار. بالضبط، أنه هو كان أحد العناصر لزعزعة الاستقرار، ففيه سوابق في هذه المسألة، وللأسف هذا أمر حيكون أمر مؤسف جدا إذا بالفعل حدث أن كان فيه محاولات أن تكون فيه وقف لإطلاق النار أو نوع من التفاوضات اللي تحدث بحيث أن يتم تجنيب مدينة طرابلس حرب طاحنة، فنلقى بعض العناصر لن تلتزم بهذه القرارات أو لن تلتزم بأي نوع من وقف إطلاق النار. لكن يعني مرة أخرى هذا يجب أن لا يمنعنا أو لا يمنع الجهود الدولية أو الجهود الداخلية إنها تسعى في اتجاه إن يكون على الأقل بين الأطراف يعني أكبر عدد من الأطراف إن يكون فيه تفاهم حول مسألة إن يكون فيه وقف لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات وفقا للمعطيات الجديدة اللي حصلت أو كانت يعني أصبحت موجودة على الأرض، إلا إذا كان أي من الأطراف قادر على إن يحسم الأمر عسكريا. إذا كان فيه طرف قادر على إن يحسم الأمر عسكريا فيعني الأيام القليلة حتوضح مدى قدرة أي من الأطراف أنه هو بالفعل يصبح هو المسيطر على الأرض، ومن ثم تنتهي فكرة المفاوضات ويصبح هذا هو الطرف اللي الآن يعني الطرف المنتصر، الطرف الذي يحدد مسار مسار الأحداث. في رأي آخر يقول أن المجلس الرئاسي وحكومته الوفاق لا تشعر بالحرج من وجود الشخصيات المتطرفة والمجموعات المصنفة عربيا ودوليا أنها هي إرهابية، والدليل أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ما طلعتش لا في خطاب ولا في إعلان رسمي وانتقدت هذه الأسماء والشخصيات والأسماء الكبيرة، عندنا 4 أو 5 أسماء مشهورة ومعروفة، لم ما طلعش السراج وما قالش في أي بيان أو خطاب سياسي وانتقدهم بشكل واضح، بل إنه هو عن سبق إصرار وترصد متحالف معهم ويستفيد منهم عسكريا على الأرض. رأيي هو يعني مرات لا يملك خيار إنه هو ينتقدهم، ما هو السراج الآن هو قاعد واقع تحت يعني في حرب، فيه قوة جاية تبي تقبض عليه حتى ومطلوب، فالآن يقول لك أنا نفتح جبهة على روحي من جوا ضد الأسماء هذين فلذلك خليني قاعد، لكن هو يعني هذا يصعب مسألة أنه هو يقنع العالم أن ما فيش مثلا مجموعات يقلل من حجم المصداقية. بالضبط، لكن في نفس الوقت هو يجب أن عنده اعتبارات داخلية أنه ما يقدرش يفتح جبهة داخلية لنفسه أنه يصبح فيه اقتتال بين القوات اللي مفروض أنها تقاتل قاعدة تحمي فيه مثلا في طرابلس، إذا كان صارت حرب بينهم فيقعد موقفهم ضعيف جدا في هذه المرحلة، ولذلك هم تلاقيهم على سبيل المثال
حكومة الوفاق تسوق بأنها كيف ممكن أنها تكون دولة، يعني كيف ممكن يكونوا إرهابيين أو متحالفين مع إرهابيين بينما عندهم 400 مطلوب إرهابيا قاعدين في السجون اللي تخضع لسلطة حكومة الوفاق أو مجموعات المسلحة اللي تتبع حكومة الوفاق. وبعدين يسأل فيك ويقول لك ما نحن كنا نحاربه في سرت والعالم المجتمع الدولي كان هو اللي جاي يحارب معنا في داعش في سرت وقمنا بالفعل بتحرير داعش من سرت، فكيف تقول لنا الآن أن نحن إرهابيين؟ فهم عندهم في اللي يقول لك أيضا حتى جبهة النصرة قاتل الداعش، مقاتل الداعش ما هو الشيك على بياض أنك أنت لست إرهابي. يعني هنا الأمر المهم بالنسبة لحكومة الوفاق كيف ما أنا يعني فيه البعض يرى في الموضوع هذا حرج وفيه تركيز بشكل غير صحيح وفيه ظلم لحكومة الوفاق. لا، حكومة الوفاق منذ البداية، يعني نيويورك تايمز ما تتبع حد لما كتبت على وجود مجموعات متطرفة وصدرت التقارير، فرنسا لما تتحدث على وجود مجموعات متطرفة ما تتحدثش من فراغ، فأنت يجب أنك أنت تعالج هذا الملف، يجب أنك تلقى طريقة تعالج بها الملف، وإلا الملف هذا يجي يقعد ديما قاعد عالق فيك ومسبب لك إشكالية ويسبب لك حرج مش حتقدر تطلع منه مهما حاولت تقنع العالم، يقعد هذا في علامات استفهام. كيف حتتعامل به أنت مش إرهابي؟ كيف تتعامل معهم؟ إيش تبي تدير لهم الناس هذول؟ وزعت فلوس أنت، كيف نأكدوا أن الفلوس هذين ما وصلنش للمجموعات هذين؟ كيف نأكدوا أن الأسلحة النوعية اللي الآن تستخدم في القتال في طرابلس ما توصلش لأيدي المجموعات المتطرفة هذين اللي ممكن مش تستخدم بس في ليبيا ولكن تستخدم في أي مكان آخر؟ فهذه هي الأسئلة بالنسبة للعالم، أسئلة مشروعة لأن هذا تهديد مباشر بالنسبة لهم، بعكس الحرب لما تكون داخلية حرب بين أطراف ليبية معينة. لكن وجود هذه العناصر أينما وجدت دائما تسبب إشكال وتسبب تخوف بالنسبة لأي دولة في يعني خصوصا الدول الغربية اللي تأخذ مسألة الإرهاب والتهديد الإرهابي على محمل الجد. طيب، المتتبع القارئ الدقيق لمواقف الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يلاحظ أنه هو دائما يعتمد على أخطاء الخصوم السياسيين وعلى فشل الخصوم السياسيين وهذا دائما يخدم فيه، لكن الاعتماد على فشل الخصم السياسي دائما هل هي استراتيجية بعيدة المدى ممكن أنت تمشي فيها للأبد، ممكن أنك تعتمد عليها دائما؟ هي لا أعتقد أنك بالإمكان أنك تعتمد بشكل مستمر على هذه الاستراتيجية بالنسبة للقيادة العامة، فلذلك القيادة العامة دائما حتكون مطالبة بأن يكون عندها تصور، خصوصا أن الآن الليبيين والعالم ابتدوا يقتنعوا أن بالفعل القيادة العامة للجيش هي الطرف الأقوى على الأرض وهي الطرف القادر على أن يرسم مسار الأحداث في ليبيا، وهذا يحمل مسؤولية أكبر في كل شيء طبعا. إذا كان أنت أصبحت الطرف الأهم معناها العالم هنا ينتظر منك مجموعة من الالتزامات، ومع يعني مع القوة ومع هذه النوع من الشرعية تأتي الكثير من المسؤولية أيضا، فيصبح هنا الضوء يسلط على القيادة العامة، وتلاحظ أن قد يكون في تسليط كبير جدا من الضوء على القيادة العامة وتصرفات العناصر التابعة للقيادة العامة وتصريحات القيادة العامة، فكل شيء ممكن تقوم به القيادة العامة يصبح تحت يعني تحت المجهر وتحت الضوء الناس يتابعوا فيه. فبكل تأكيد يجب أن يكون فيه خط واضح، استراتيجية واضحة، ويبدأ الآن الحديث بها للعالم داخليا للرأي العام الداخلي ولكن للرأي العام الخارجي، إيش وجهة نظر القيادة العامة في المسائل المهمة جدا اللي العالم ينظر لها؟ هل حتكون فيه مثلا كيف ما قلنا مسألة الانتخابات، مسألة الاستقرار كيف ينظر لها، كيف يتحقق الاستقرار وعمل البعثة الأممية والعملية السياسية، العملية السياسية في حد ذاتها كيف ممكن تصير، مسألة الانتقال الديمقراطي إذا كان القيادة العامة ترى في أن الانتقال الديمقراطي مهم جدا ويجب أن تكون فيه ديمقراطية في ليبيا، يجب أن كل هذه المواقف يعني على الأقل يكون في لها نوع من التصور يعني سواء من القيادة العامة نفسها وإلا من التيار السياسي أو الجهة السياسية اللي هي تتبع القيادة العامة. لكن للأسف حاليا اللي قاعدين نشوفه فيه هو استمرار للحرب وفي انتظار من ينتصر في هذه الحرب إذا كان هناك منتصر، وكيف يعني بعدين ممكن هذا المنتصر يتعامل مع الواقع الجديد أو يحدد أو يرتب ملفاتها على الأرض آنذاك. طيب، عودة لقضية الموقف الأمريكي المتناقض بين قوسين واللي هو يعني أعطى الضوء الأخضر وربما يعني يرقى لمستوى تفويض للجيش الوطني زي ما يقولوا، في مقابل أنه ربما يسحب الاعتراف من حكومة الوفاق. هل ربما نصل لمرحلة متقدمة أكثر يبدأ ترامب يشوف فيها أو يعتبر أن دعم قوات السراج هو دعم للإرهاب؟
يعني استبعد ذلك. ليش؟ لان ترامب استدعى السراج للبيت الابيض وانت جلست معه وقعدت معه وزير الخارجيه وزير الداخليه حتى هو جلست معه وقعد تقدم وعندك، لكن في موقف تغير الان في دعم للجهه المقابله اللي هو الجيش الوطني. يعني ما توصلش الى درجه انك انت خلاص تصبح بشكل هيك بين ليله وضحاها تصبح بشكل انت داعم للارهاب او شخص ارهابي. يعني العالم لا يعني ما يمشيش بالشكل هذا العالم. وحتى لو رجعنا الى المكالمه اللي حصلت بين 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 ترامب وحفتر، كانت بشكل واضح تثمن دور القياده العامه للجيش والجيش الوطني في محاربه الارهاب، ولكن ايضا في نفس الوقت اكدت على مساله تامين الموارد النفطيه في ليبيا، وتطرقت الى مساله الاستقرار والعمليه السياسيه والعوده الى الديمقراطيه في ليبيا. فهذه كانت نقاط كلها تم النقاش فيها. الامر الاخر، احنا خلينا نشوف ايش حتكون تحركات حكومه السراج حاليا. بكل تاكيد ان هناك الان شركات علاقات عامه وشخصيات تحاول ان تربط السراج بالبيت الابيض، وتحاول ان قدر الامكان توجد نوع من التوازن في الموقف الامريكي تجاه ليبيا، او تحاول اقناع ترامب ان يتراجع عن القرار اللي هو قام به الايام الموقف اللي دار الايام الماضيه. فبكل تاكيد حيكون في تحرك في هذا الاتجاه، والايام الجايه هي اللي حتوضح في اي اتجاه الامور ممكن تمشي. لكن اتصور ان ترامب لن يتراجع الان على الموقف متاعه، وسيترك يعني سيترك الامر للاحداث على الارض، حيرجع نين يشوف الامور وين حتمشي على الارض. ولذلك هنا يصبح الضغط على طرفي الحرب القائمة الآن، إن كل واحد يبي يثبت للعالم وللرأي العام إنه هو لا، الحرب هذه حتكون في صالح، يعني القيادة العامة حتدفع بحيث أنها توصل لطرابلس، والطرف الآخر يبي يوري إنه هو لن يسمح بالدخول لطرابلس. وهذا ليش قلت لك إن يعني حدة الحرب حتزيد من المتوقع في حالة إن كل طرف قاعد يبي يثبت للرأي العام الداخلي وللخارجي إنه هو ثابت وإنه هو يعني لا يمكن هزيمته على الأرض. ونحن في الحالة هذه يعني نصل إلى تجميد للصراع على الأرض، لأن ما فيش حد قادر يتقدم. الأيام القليلة القادمة، خلينا نقوله من هنا إلى شهر، إلى بداية شهر رمضان، الأيام هذين هي اللي حتحدد كيف ممكن يتطور الموقف الدولي والموقف الإقليمي تجاه الأزمة القائمة. لكن حاليا يبدو أن المجتمع الدولي قاعد ينتظر في أن يصير أي تغيير فعلي في ميداني على الأرض. طيب، مشاكل كبيرة الآن تواجه في السراج، خصوصا بعد الموقف الأمريكي وتصريحات فايز السراج الأخيرة، كأن ثقة اهتزت بقضية دعم المجتمع الدولي له، وأن المجتمع الدولي سيظل يساند السراج للأبد. معش أصبح يثق واجد في هالجزئية اللي هو كان يشتغل عليه لمدة 3 سنوات. شن هي الخيارات المتوفرة اليوم عند حكومة الوفاق؟ ما للأسف هو السراج لم يستثمر الاعتراف الدولي بالشكل المطلوب وبالشكل المناسب في الفترة الماضية. ما كانش عنده يعني برنامج واضح حقيقي انه يستفيد من اي من 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 كل هذا الاعتراف، من الدعم الخارجي في 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 عده ملفات مختلفه. فكان فيه ضعف في الاداء واضح، وهذه مشكله كبيره جدا. يعني كان فيه الكثير من الملفات اللي ممكن السراج يستعين بها، يستعين بالمجتمع الدولي فيها ويساعد المجتمع الدولي. اذا بالمنطق انت ما قدرتش تستثمر هذه المشروعيه والشرعيه في 3 سنوات، لا يمكن انك انت تستثمرها في اسبوعين. من يعني هذه هي من الصعب جدا ان نشوفه يعني دبلوماسيه السراج الان ممكن تنجح بشكل كبير جدا. الله اعلم اذا ممكن الدبلوماسيه الاقليميه الداعمه للسراج حتى هي تتحرك في اتجاهات معينه، ولكن كيف ما نعلم ان مثلا علاقات قطر وتركيا بالولايات المتحده ليست بالعلاقات، وهي ايضا تواجه في مشاكل كبيره حتى في الداخل. نعم، عندها أزمات بكل تأكيد. يعني الدولتين هذين عندهم مشاكل كبيرة، ولكن علاقتهم متأزمة بشكل كبير جدا مع الولايات المتحدة. تركيا على وجه التحديد في أزمة قائمة، وحتى الأزمة الاقتصادية اللي تمر بها تركيا حاليا، الرئيس أردوغان في حد ذاته واجه هزيمة في الانتخابات البلدية، وخسر أنقرة واسطنبول في الانتخابات الحزب متاعه، ويبدو أن المعارضة الآن عادت وبقوة للمشهد السياسي في تركيا. فهناك تطورات كثيرة في تركيا تخليها مشغولة، وعلاقاتها الإقليمية وعندها الأزمة في سوريا، وعلاقاتها الإقليمية والدولية مهزوزة إلى حد كبير. وعملية الحصار اللي مفروض على قطر، صعب على قطر مسألة التحرك بفاعلية أكثر في 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 المنطقة. طيب الآن الموقف الإيطالي، الحكومة الإيطالية منقسمة على نفسها بعد التفويض الأمريكي، هل ربما نشوفه تغير في الموقف الإيطالي؟ هو قاعد يشوف في الأزمة هذه كلها، ما ننساش أن لما نأخذ الشخصيات ترامب
سلفيني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر. في سمات تجمع في كل هذه الشخصيات، صحيح. في توافق، في تناغم، عشان نحكي بوضوح، كيف ما يقولوا وجهة نظرهم للعالم أو كيف ينظروا للعالم تكاد تكون متطابقة، تكاد تكون متطابقة بالفعل. يظل يعني بالنسبة للطليان منذ شهر، يعني الصيف اللي فات، وخلينا نقوله من مؤتمر باليرمو، حاولوا ياخذوا خط الحياد وإنهم يكونوا على تواصل مع كافة الأطراف. المعلومات المتوفرة تفيد بأن إيطاليا وعندها ميزة التواجد على الأرض قاعدة تسعى بشكل كبير جدا أن يكون فيه مبادرة لوقف إطلاق النار، وساطة بالضبط يكون فيه وساطة، وإيطاليا عندها انفتاح كيف ما قلت لك على الطرفين، وتحاول قدر الإمكان أن يكون عندها شني، يكون عندها أو تأخذ خط الحياد، على الرغم من أن بعض التقارير تحدثت على أن إيطاليا يعني قد تكون دعمت بالسلاح أو ببعض شحنات السلاح لقوات حكومة الوفاق. لكن وكيف ما شفنا تصريحات بعض من أعضاء مجلس النواب في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، اللي قالوا العدو الأول لليبيا هو إيطاليا وبريطانيا، يعني في هذه الفكرة أو في هذا الخطاب المناهض والمضاد لإيطاليا وبريطانيا. لكن على أي حال يبدو أن الطليان ما زالوا مستمرين في محاولة منهم إلى أنهم يقنعوا حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش بأهمية أن يكون فيه توصل لوقف إطلاق نار والعودة لطاولة المفاوضات. ربما ستنجح هذه الجهود في حالة أن الطرفين ما قدرنش يحسمن المعركة عسكريا، يعني نقعدوا قاعدين في عين زارة في كذا، ما عادش قاعد في تحرك لا للأمام ولا للخلف، كل مرة يعني العملية تقعد كر وفر وما فيش أي حسم عسكري على الأرض. مع الوقت تصبح جهود الوساطة عندها فرصة النجاح أكبر في الحالة هذه. نعم، في اللي الآن يتكلم يقول لك من إيجابيات المعركة الآن، رغم أن الحرب ما لهاش إيجابيات، نعم، من إيجابياتها أن هي فعلا وضحت أن الأزمة الآن في ليبيا فعلا نقدر نقلصوها ونختصرها في طرفين، طرف يملك شرعية المنجز العسكري وعنده ثلثي أراضي ليبيا من الشرق لعند الجنوب، مؤسسة عسكرية وجيش الوطني، والطرف اللي هو معترف به دوليا، وهذين الطرفين اللي تم اختيارهم في لقاء أبو ظبي. نعم. الآن لو فرض صارت معجزة ورجعنا لعملية سياسية وصار مفاوضات، هل حتكون متخيله في وجود لقضية اتفاق سياسي وما زالوا يحكوا على اتفاق سياسي ومجلس أعلى الدولة ومجلس النواب، خصوصا يقول لك مثلا مجلس النواب جسم ميت وقاعد عايش على انتصارات الجيش فقط. هو ما لا أعتقد أنه حيكون فيه واقع سياسي جديد يعني بعد المعركة هذه. من المتوقع أن يصبح حتى لو صارت مفاوضات وما كملتش الحرب يكون في واقع سياسي، يعني هو يجب أن يكون هناك بالضبط، يعني الحرب هذه ما يعني الوضع قبل الحرب لن يكون يعني مثل الوضع بعد الحرب بكل تأكيد. يظل مسألة المرجعية أو الإطار اللي من خلاله تتحرك جهود أن يكون فيه اتفاق، هذه رقم واحد. لكن على أي حال فكرة الملتقى الوطني على أي حال هي كانت راهو استراتيجية خروج من مأزق الاتفاق السياسي، يعني أصلا الاتفاق السياسي كان فيه شبه يعني إجماع على أن الاتفاق السياسي انتهى، رغم أن البعثة الأممية تقول هذا كله يحدث تحت مظلة الاتفاق السياسي. ما عندهمش إلا هذا الإطار، هم مضطرين أنهم يقولوا ذلك، لأن لما بيقولوا أن الاتفاق السياسي خلاص انتهى بيقول لك إيش البديل، إيش الإطار الآخر اللي أنا ممكن أتحرك من خلاله؟ الشرعية، هل الشرعية البسيطة هذه منين بنكتسبها أنا؟ وين الإطار الدستوري ولا الإطار القانوني؟ فهذه المشكلة اللي كان وقع فيها غسان سلامة، كان يعرف تماما أنه لا يمكن أن يتم تطبيق الاتفاق السياسي على الأرض. اتضح ذلك، مجلس النواب والدولة ما قدروش يتوصلوا إلى أي يعني خط أو, 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 أو تنازلات أو طريق وسط أنهم هم ينفذوا الاتفاق السياسي. فلذلك كانت مسألة الذهاب إلى ملتقى وطني، والملتقى الوطني هذا هو اللي يحدد اتجاه جديد، اتجاه سياسي جديد أو خارطة طريق جديدة يمكن الاتفاق عليها وتنفيذها وتوحيد المؤسسات إلى آخره. فبكل تأكيد اتفاق الصخيرات أو ما يعرف بالاتفاق السياسي والمؤسسات التي نتجت عن الاتفاق السياسي فشلت فشل ذريع جدا، وأثبتت أن منذ سنة 2015 إلى الآن أو 2016 إلى الآن إنها ليست على قدر من المسؤولية، ولا يمكن الاعتماد عليها في واقع الأمر، إلى أنها هي تساعد يعني تخرج ليبيا من الأزمة اللي هي كانت فيها. وكيف ما قلت لك أن الآن المعركة الآن هي اللي حتحدد مسار الأحداث على الأغلب بانتصار أحد طرفي الحرب، أو يكون فيه تفاوض جديد وعودة جديدة ويكون فيه إطار تفاوضي جديد للأطراف المختلفة. طيب، في رأيي
يقول ليش نحن الآن قاعدين نلوموا على المؤسسة العسكرية والجيش الوطني في الحرب هذه؟ الحرب الآن الجيش قاعد يقود في مرحلة تغيير، المرحلة هذه هي فيها زي ما تقول يبي يتخلص من الأعراض الجانبية لظاهرة الربيع العربي اللي هي التنظيمات الإرهابية والتشكيلات المسلحة اللي شايلة سلاح في وجه الدولة، وهذا كله من أجل المحافظة على نقاء المسار الديمقراطي. هو يعني هناك توجه يقول إن لكي يكون هناك انتقال للديمقراطية يجب أن يكون هناك نوع من الاستقرار، لكي يكون هناك انتقال إلى الديمقراطية يجب أن تكون هناك بيئة ملائمة أو حد أدنى من الظروف اللي ممكن يساعد على مسألة الانتقال. في ظل انتشار السلاح، يعني عشرات الملايين من قطع السلاح المنتشرة في ليبيا وخارج سلطة الدولة، المجموعات المسلحة يعني الكثيرة، الحدود المستباحة، الشبكات الإجرامية، التدخلات الخارجية اللي قاعدة تحدث، هذه كلها يعني هذه كلها ليست بيئة ملائمة أن أنت يكون عندك ديمقراطية أو تحول إلى يعني إلى نظام ديمقراطي أو نظام مدني. فللأسف يعني وجهة النظر هذه هي وجهة النظر الطاغية الآن، أن الآن عندك يعني كيف ما تحدثنا في السابق دائما أنت محصور الآن للأسف الواقع اللي أمامنا، أنت محصور بين خيارين، خيار أن يكون هناك انتصار عسكري أو إدارة عسكرية ويعود الاستقرار، أو عندك مسألة الميليشيات والفوضى وعدم الاستقرار والانقسام المؤسساتي والسياسي الحاصل. الأمر المهم جدا أن أحيانا البعض يحاول أن يصور المجموعات المسلحة في طرابلس على أنهم حماة الدولة المدنية أو الديمقراطية. لا، ما نضحكوش على بعضنا، لا أعتقد يعني كيف ما قلنا أن لا أعتقد أن المدنية والديمقراطية ممكن أن تأتي من مؤسسة عسكرية، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن المدنية والديمقراطية تأتي من فوضى وميليشيات. أمر هذا الأمر يجب أن يكون محسوم عند الجميع، خصوصا أن يعني في اللي يتناغم معك في وجهة النظر يقول لك من غير المقبول أن السياسيين لهم 8 سنوات يحكون على الدول المدنية وهم 8 سنوات طلقين التشكيلات المسلحة والمجموعات المسلحة وهي تجلد في ظهور الناس لمدة 8 سنوات وتسرق في البنك المركزي وأرصدتها فيها مئات الألف ومئات الملايين. بالضبط، المجموعات المسلحة تم شرعنتها من قبل المجموعات السياسية، يعني في بعض المراحل كل حزب سياسي عند جناح مسلح في ليبيا. الأمر الآخر مسألة الفلوس، التعويضات والمليارات التي دفعت. الأمر الآخر أنت تتحدث زي ما قلنا لك على المجموعات المسلحة في طرابلس اللي كتب عليها أحد التقارير ذا تريبولي كارتيل أو الكارتيل متاع تريبولي متاع طرابلس، اللي هي شبكات يعني قاعدة تبتز وقاعدة تستنزف في موارد الدولة عن طريق وتقارير خبراء الأمم المتحدة أيضا، عن طريق شركات يعني وهمية، عن طريق اعتمادات إلى آخره من الأمور. فبكل تأكيد يعني كل اللي حدث خلال السنوات الماضية وخلينا نقوله بالدرجة الأولى منذ سنة 2014 إلى الآن لا يمت للمدنية ولا يمت للديمقراطية بصلة، ولا يمكن تعول عليه في المستقبل من أجل دولة مدنية، ولا يمكن أن يكون هناك دولة مدنية أو ديمقراطية في ظل انتشار السلاح وفي ظل وجود المجموعات المسلحة. بكل تأكيد السؤال الآن اللي يطرح نفسه، هل بإمكان التيار المدني والمجموعات السياسية والجيش أنهم بالفعل يعني يكون فيه بينهم عمل على أنهم بالفعل ينتقلوا بليبيا من مرحلة الفوضى اللي هي موجودة فيها الآن إلى مرحلة الاستقرار ومن ثم مرحلة التحول الديمقراطي؟ هذا يظل سؤال كبير ويطرح نفسه بالنسبة للنخبة أو النخب المدنية، الأحزاب السياسية، المجموعات السياسية والمجتمع المدني والقيادة العسكرية. نعم. اللي موجودة. إذا كان ذلك الأمر ممكن هذا يكون الطريق الأفضل بالنسبة لليبيا، وإذا كان الأمر هذا غير ممكن إذا ليبيا تصبح مقبلة على نظام حكم عسكري. نعم. بكل تأكيد الواقع والتجربة العملية أثبتت أن التيار المدني أو التيار الوطني نسموه ما شئنا ما عندهش مشروع، ولكن عشان نكون منصفين التيار المدني عنده مخاوف، يقول لك أنا أخشى ما أخشى، أنا خايف من حاجة واحدة بس، أن يجي يوم من الأيام ويصبح شعار ليبيا تحارب الإرهاب أو الجيش يحارب الإرهاب هو الإجابة عن كل شيء. لما نسأل عن دولة مدنية يقول لك ليبيا تحارب الإرهاب، لما تسأل عن حريات عامة يقول لك ليبيا تحارب الإرهاب، لما تتكلم عن الديمقراطية يقول لك ليبيا تحارب الإرهاب. مش هذني مخاوف مبررة فعلا؟ نعم، بكل تأكيد، ونحن ما نش بمعزل عن المنطقة اللي نحن قاعدين فيها، يعني نحن عندنا دول في المنطقة استخدمت قانون الإرهاب
باش هي تستهدف المعارضين السياسيين، استخدمت قانون الإرهاب باش هي تستهدف النشطاء على سبيل المثال اللي لا علاقة لهم لا بالإسلاميين ولا لهم، يعني ممكن تلاقي واحد يطالب بمدنية الدولة، واحد ليبرالي، واحد كذا، وتلاقيه في السجن تحت قانون الإرهاب، رغم أن المجتمع المدني هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب للمجتمع. يفترض أن المجتمع المدني يعني وفكرة الديمقراطية والصحافة الحرة وكل هذه الأمور هي الأداء اللي بالفعل تساهم في توعية المجتمع إن يعني ضد مسألة التطرف، ضد خط يعني على مسألة خطر المجموعات المتطرفة، ضد أي ظاهرة سلبية أخرى في المجتمع. فأنت بحاجة بكل تأكيد إذا أردت أنك أنت تخلق مجتمع عقلاني متطور قادر على أن يفكر في اتجاهات صحيحة ويتطور في اتجاهات صحيحة، إذا أنت بكل تأكيد بحاجة إلى مجتمع مدني قوي، وبحاجة إلى إعلام قوي ومستقل، وبحاجة إلى يعني حرية التعبير، وبحاجة للحفاظ على أدنى مستوى من الحقوق العامة والحريات العامة للمجتمع بكل تأكيد. والمخاوف هذه في محلها، لأن كيف ما نشوفه ليبيا تمر بأزمة، وللأسف القوى اللي موجودة على الأرض حتكون واحد من الأطراف لربما سيكون هو الطرف المنتصر، وللأسف هذه المخاوف في محلها بسبب طبيعة هذه الأطراف، والجميع محتاج لتطمينات من المؤسسة العسكرية بالخصوص. بكل تأكيد يعني مسألة التطمينات ومسألة الضمانات مسألة مهمة جدا، وفيه البعض يقول لك إن ما زال بدري، نحن توا ما زلنا المعركة لم تحسم بعد وكذا، لكن هذا لا يمنع من أن نطرح الأسئلة، ولا يمنع أن نحن نكون محضرين أنفسنا ومحضرين الأسئلة ومحضرين الملفات المهمة. المجتمع المدني كذلك عليه أن يكون لديه رؤية في التعامل مع أي واقع جديد، يعني يجب أن يكون فيه تضافر للجهود. يعني حالة المجتمع المدني الآن هي مستقطب للأسف، يعني هم مجموعة تلاقيهم في حد مستقطب إلى أحد طرفي الصراع، أو تلاقي فيه اللي موجود على الحياد وساكت ومش قادر يقوم بأي دور أساسا في هذا الموضوع، يعني قاعد وخلص ساكت وخلص مش قادر أنه يقدم أي مشروع أو أي حل للخروج من الأزمة الحالية. لكن للأسف كيف ما ذكرنا البيئة أصلا غير ملائمة. نعم. الآن عودة للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق اللي تقاتل الآن تحت اسم الوفاق، في رأيي هو داعم ومناصر للعملية العسكرية اللي يقود فيها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس، يقول لك صحيح في مجموعات مسلحة ما هيش مؤدلجة وما هيش مصنفة إرهابيا، ولكن لما مجموعة مسلحة ترفع السلاح في وجه الدولة لمدة 8 سنوات هي لا تقل خطورة عن أي تنظيم إرهابي، هي تعطي في نفس المفاعيل وفي نفس النتائج اللي يعطي فيها تصرف أي تنظيم إرهابي مؤدلج أو مصنف أو ما غير ذلك. ما المشكلة اللي نحن وقعنا فيها يا خليل إن مؤسسات الدولة والسياسيين هم من شرع عن هذه أي ميليشيا أنت تبي تجي تحكي معها ولا مجموعة مسلحة، يقول لك أنا تبع الداخلية ولا تبع الدفاع، أنا تبع الجيش ولا قيادة كذا. من البداية كل واحد شرعين وكل واحد يتحصل على ميزانية، يعني تلاقي مجموعات مسلحة تقاتل في بعضها وتأخذ في معاشها من الدولة هن الاثنين. فنحن واقعين في مسألة أن الحكومات المتعاقبة اللي جات بعد 2011 لم تعالج هذا الملف وتنادي بالدولة المدنية الغريب. شخصية من الحكومات المتعاقبة تنادي تحكي لنا الدولة المدنية ما اليوم. ما يعني السيد مثلا عبد الرحيم الكيب طلع حتى هو يعني في فيديو على سبيل المثال، سيد عبد يعني والله محمد المقريف والله غيرهم الكثير وأشادوا بالمجموعات المسلحة. يا أخي أنت من شرع عن هذه المجموعات؟ من شرع عن السلاح خارج إطار الدولة؟ غياب المشروع من يتحمل مسؤوليته بعد 2011؟ يعني فيه مشكلة كبيرة جدا. أنت أي واحد تبي تجي تحكي معاه تقول له أنت مناك الشرعي تعالني، يقول لك لا أنا عندي أهو اعتراف من وزارة الداخلية والله وزارة والله مجلس رئاسة الوزراء والله. فكل واحد عنده شرعية للأسف. فنحن في ليبيا منذ 2011 وحتى الآن، مش من 2014 لا من 2011 وحتى الآن عندنا أزمة شرعية كبيرة. الدولة أصبحت في صراع بين شرعية الثورة واللي هي مستحيل إنها هي تبني دولة ولا تؤدي إلى انتقال ديمقراطي، وبين شرعية مؤسسات الدولة والهيبة متاع الدولة اللي فقدت تماما حتى الآن، حتى اللحظة ما زالت مفقودة هيبة الدولة وهيبة إن تكون فيه سلطة حاكمة قادرة على أنها تتخذ قرار وتنفذه على الأرض. هذا أمر غائب منذ 2011 وحتى اللحظة. فللأسف مسألة الشرعية ومسألة الاعتراف هو يعني للأسف أمر مشوش جدا في ليبيا. نعم، وصلنا لنهاية الوقت وداهمنا الوقت. الكاتب والباحث والمحلل السياسي محمد جارح، أشكرك جزيل الشكر.
وصلنا لنهاية حلقة مشاهدينا الكرام، تحياتي أنا خليل حاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.